رب تعبنا يجيب فايده حبيبي مو فايده. خلي بالك انا هنكب شربات من على دماغه من اهو. مش هيطلع من شعر. هيطلع يا عم اهدى المان واحنا عند الروك. الله براح حد ما غوري مش كده. انت كده انت والعلمان وبعد كده محمد عاطف. محمد هنجيبه في السكه ناكله كمان. محمد هينزل بقى منكم. هتاكلوني ليه انا فرخه؟ ما محمد هيتبهدل يا عم. محمد المره الجاي هات الشرباه. استنى السوكه. ما تخلوش يكب على عشان البنطلون تحت. ايوه البنطلون الله يجبر. البنطلون تحت. ارفع رقبتك يا الماني. ما تخافش يا الماني. البنطلون. طب ما ترفع رقبتك. البنطلون. برضه نقول له. بص نزلت على ايدك. لا احنا عايزين ايده ده برضه. ارفع رقبتك يا الماني. حط شويه هنا حط شويه هنا. وغمض عينك. ما تخليش يسيح على وشه يا عم. مشربات بكاتشب على الطلاقة اعمله شغل. يلا. على حنكه بقى. انا عايز حنكه يبقى مليان شربات. حنكه هو. ارمي السجاير. ارمي السيجارة. خد لك بق في حنكك ورمي. لا. شربه يا عم. استنى بقى اصبر. يا نهار. استنى والله. شبه الزومبي بالظبط. خلاص والله. عملنا حاجة. خلص. سلمان على الطلاق بنتعبوا عشانكم. انا عايز على حنك. اديله النهارده كواليس فيديو جديد معانا مع قناه السندريسي وحجم غوري والالماني بيعمل ميك اب ارتست. اضحك الماني. الحاج جانس اندريسي بيلف على المايه. الناس مريحه ما فيش تفاعل ولا في الله ينور ولا في اي حاجه. وزي ما انتم شايفين اهو احنا بنتعب بجد والله. احنا بنتعب بس مش شايفين حد بقى بيشجع معانا وبتاع وكده يعني. شجعونا يا جدعان. الله يرضى عنكم. الله يجبركم. عارفين الحاج جاني ده ايه القصب اللي انت جايبه ده؟ لا حطوا ثلاثه كده. سايبك يا عم مروقين عليك. عقبال ما انا اسيب يروقوا عليا انا كمان. امال ايه الصعب انت حاجه؟ ده انا حاطط هنا جدال على وشه عشان بس تدوس لايك. خد يا احمد. كريم. ما تيجي يا عم وانا طايق خليك. ريد عليه وقول له تعالى احنا الاثنين بس. حط الماني الفنان محمد عاطف. حط له ميك اب بتاع ميك اب ارتست. حته في دقنة. اعمل له دقي طندوق. اعمل له سكسوك. ماشي يا عم. بص نظبط لك القصه كده. هات الشربات كده. ما تهدى يا ابني. بس اقعد بقى كفايه. يا ابني اهدى كمان حته. يلا ايه الدم فين؟ الدم فين؟ الشربات. الشربات دم يا مغاوري. تشتغل يوم ويوم. هات ال حط كمان حي عشان خاطر. والله هنحطك في المصرف ده. انت بتشرب دم. طاقة. طاقة. بتشرب ايه يا هاني؟ بيزود الطاقة يا عم. طر طر. ايدك يا عم. بس باين انه شربات يا اخي. ايوه ماشي يا عم. انت طلعت. بس. كب حبة انا اهو. بيلزق البتاع ده. استنونا فيديو جديد ان شاء الله. فيديو عالمي. ابو مايا. ابو مايا واحد بس. حبيب قلب يا حمو. والدعوة عامة لمحمد السندريسي. 15 ان شاء الله. الو. ان شاء الله. انا في نمرة 7. انت فين يا كريم؟ طب انت يا كريم بتقول لعمرو احمد. طب الشنطة ده نحتاجها يا اخي. في الكمين وقفني وقال لي فين اللي. يا عم هاني. ايوه ده يا عم سيب بس. يا دين النبي. خد حتة وهي بتتجرح. شبه التعورة بالظبط يا الماني. عشان تعرفوا بس اللي احنا بنتعبه.
لا نقطع نقطع دي كده شرايح، عايزه شرايح شرايح يا باشا شرايح ومسامير. روح البن مقص عوض هات وشك كده. انا وريني ده ما تعوض انت هنا ليه يا عم؟ التمثيل صح ايوه عشان بس يدوسوا لايك. ما تخافش يا المان جهز لنا المان للزومبي. طب ما هو مغاور زومبي برضه معايا. مغاور هينزل انت هتعضه، انت هتعضه. انا عضه في انا هنخش بالعربية اصلا. ما هو ده لو عروسة مش هتتمكش كده. خلاص يا مغاوري. يا رب تعبنا يجيب فايدة. حديد. هم فايدة. خلي بالك انا هنكب شربات من على دماغه من اهو. مش هيطلع من شعر. هيطلع يا عم اهدى يا المان واحنا عند الروك. الله! براح حد مغاوري مش كده. انت كده انت والعلمان وبعد كده محمد عاطف. محمد هنجيبوه في السكه ناكلوه كمان. محمد هينزل بقى منكوا. اكلوني لا انا فرخه. ما محمد هيتبهدل يا عم. محمد المره الجاي هات الشرباه. استنى السوكه. ما تخلوش يكب على عشان البنطلون تحت. ايوه البنطلون الله يجبر. البنطلون تحت. ارفع رقبتك يا الماني. ما تخافش يا الماني. البنطلون. طب ما ترفع رقبتك. البنطلون. برضه نقول له. بص نزلت على ايدك. لا احنا عايزين ايده ايده ده برضه. ارفع رقبتك يا الماني. حط شويه هنا حط شويه هنا. وغمض عينك. ما تخليش يسيح على وشه يا عم. بشربات بكاتشب على الطلاقة اعمله شغل. يلا. على حنكه بقى انا عايز حنكه يبقى مليان مليان شربات. حنكه هو. ارمي السجاير. ارمي السيجارة. خد لك بق في حنكك و لا شربه يا عم. استنى استنى بقى اصبر. استنى والله شبه الزومبي بالظبط. خلاص والله عملنا حاجه. خلص سلمان على الطلاق بنتعبوا عشانكم. انا عايزه على حنكك. اديله. طب خلي بالك هيبقع في صدري. لا مش هيبقع. اهدى يا المان اهدى يا المان. هو هتعمل ايه؟ هو هتعمل ايه؟ ايوه انا هتعضه بقى هتحلوسه كده بدمه. بص تعالى هنا غمض عينك. اديله يا المان اقعد بقى خلينا نخلص. والله ما قال لك غمض عينك كده. ما قال لك غمض عينك. دي في رقبتك. بص تعالى هنا شربت معاك. اهدى يا المان تعالى. ملح مع حلو يا المان. الله والله الماشية ازاي بقى يا بوش؟ هنطلع لكم من على الشجرة ده. لا لا مفيش طلعان. انت هتمشي ماشي في خلي بالك ما بيجريش. ما معلش هتجري يا محمد. انت مش هتجري. بوش هو بيمشي ازاي؟ بوش بيمشي. لا الزومبي بيجري برضه ماشي بس بيجري كده. انت فاهم؟ لما بيكون ايه ما بيجري عشان هي الجري اصلا معروف اهي. طلع عينك فوق ماشي وبرك بعينك على قد ما تقدر تبرك بره. بس لو ضحكت عندي امسح عينيك. امسح عينيك. لا بس 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 كده. ورنكة بس. عايز ايه؟ هتشرب؟ امسكة. هو ما في حاجه. هو هيبقى في حنكه وهيجي باقك عليك باقك على رقبتك. فاهم ازاي؟ يعني ساعه العض هتكون في حنكك انت شربات وعضه وتيجي باقك. تيجي عند رقبتي بقى تتم تعمل كده في رقبتي. انا نعمل كده. بص في الشربات بس هتكون مالح حنكك. يلا عشان هنبدأ الفيديو. انا هنخش انا ومغاوري من هنا ماشي. مغاوري طبعا ايه هنجي ننزله في الارض ونقفل عليها الباب وهو هيتحول معايا في العربيه. دي بدايه الفيديو ماشي يا جماعه. ما تنسناش لايك وشير واشتراك في القناه. يلا نبدا الفيديو وتابعوا معانا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله ودعماكم معانا ويا ريت يا ريت تقفوا معانا بس. انا يلا بينا. أه؟ بس انا محمد مش باين. انتوا اللي باينين. مش مشكله. ايوه بس على الهادي معايا عشان انا واقف على الجرفيه. طب يلا ورا شويه كمان اهو. انا هسيب لك مزايا.